ولين مع الفأرة التي طال انتظارها مع بطل الأبطال وشجيع الشجعان الوحش اللي غلب سوبرمان وسبايزر مان ولا فيش أي مان يقدر عليه يا مان. لو تشوفوه هتقولوا ما هو مان عادي بني آدم زينا ما فيهوش حاجة يعني. لا لا فيه قوة 1000 راجل و500 حصان و170 دربين. إنه هنبدأ الفقرة. شايفين العربية دي؟ هتدوس على الوردة الحلوة دي. لو هوجن طلع خيخة وملحقش العربية دي ووقفها بقوته هتفرم الوردة الحلوة دي وهتشوفوا بعينيكم الوردة دي وهوجن بينقذها. يلا وردة عشان تتفرموا. قولوا ايه؟ ايه؟ اي كلام ده؟ احنا جايين من اخر البلد عشان نشوف. والله يا ابن عمي الميه كادر غطاها. بص شوف هوجن هيعمل ايه. الله يا هوجن. اوبا الله اكبر. حبيبي كان في هوجن زي الازاز اللي هياكله دلوقتي. بص وشوف وعطر بالهنا والشفا يا هوجن. المسامير هوجن هياكل المسامير. مسامير صلي. بص وشوف وقدر. اوبا اسمع الزفه الحلوه. مرتاحش في نومة المسامير. هينام على الإزاز.
فتح عينك وركز. يا لهوي الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، ابني ابني عملني يا ناس، الحقوني يا ناس. انت رايح فين يا بجم؟ مالكش دعوه بحد، خلينا في شغلنا. وادي ازازه ثانيه. والنبي والنبي يا اخويا، ابني تامر، ابني تامر هنا، ابني تامر كان جنبي هنا، والنبي مش لاقيه. انت يا بجم، هو ابنك اسمه ايه وشكله ايه يا سيدي؟ اسمه تامر يا اخويا كده، وعنده 8 سنين ولابس ترنج اخضر. طب انا هدور لك عليه وربنا يقدرني، بس استنى اسطر نفسي واجي معاك. انت يا بجم تروح فين؟ اسمع السالفه الحلوه. ابنك مش في دول؟ لا مش في دول. الحمد لله، ابنك اهو يا ستي. انت يا ابني غلب امك ليه؟ انت جلنت يا علي؟ خدها اقول لك، مش ابني مش ابني. قال انت مش قلت لابس ترينك اخضر؟ اي حد لابس ترينك اخضر يبقى ابني. وبعدين انا قلت لك ان ابني عنده 8 سنين. في يا عم انت وايه؟ شياح شياح. النون ده ولا ايه؟ انت اللي مجنون يا علي. غو اني شكلي كده بالفطانه اللي عندي عرفت هو فين. السلام عليكم يا عم شرنوبي يا اوطى خلق الله. الست دي ابنها تامنها في المولي، شوفوا كده في وسط العيال اللي انت بتخطفهم. الهي ربنا يخطف نظرك يا بعيد. تعبيط ياض، يلا يا تغور انت والوليه دي، خدها في ايدك وغور من هنا وقتي. استني هنا انا هطلع اشوف. ولا لو رجلك خطت خطوه واحده تاني هيكون اخر يوم في عمرك، فاهم؟ اوعى على تفتكر ان شويه الحركات اللي بتعملهم بره دول هيخيلوا على الشرنوبي. انت تامر؟ تعال معايا. تعالوا انتوا كمان. ماما ماما تامر تعالى يا حبيبي. انا مش بحب اضرب حد، فبلاش لان زعلي وحش. تعالى ما تخافش، تعالى خد ابنك يا سيدي. الهي ربنا يكرمك ويخليك ويسترك وما يوجع قلبك على غالي يا رب. خد يا اخويا، خد امسك. ايه ده؟ 10 جنيه بحال ايه؟ والله يا اخويا ده انت كنوز الدنيا كده، ما تكفي جدعنتك واصلك، بس معيش غيرها. السلام عليكم. خد الواد منك، خدوا ال 10 جنيه دي وروح العبوا بيها مراجيح واشتروا جم، بس قبلها تشوفوا اهاليكوا فين، ماشي؟ امشي.